الفكرة بتاعت المكتبة النسوية بدأت في 2020. في مكتبات نسوية متوفرة في معظم المؤسسات، بس اللي احنا لقيناه على أرض الواقع انه الانتاج المعرفي النسوي متنطور في أماكن كتيرة، وكله معظمه في كتب، فالكتب قابلة للتلف طول الوقت أو في أوراق. الناس التانية اللي كانت بدأت تعمل توثيق رقمي للموضوعات اللي هما بيكتبوها أو بينتجوها عن الشأن النسوي، عادة برضو بتبقى محطوطة في PDF، والPDF صعب ان انت تدوري جواه على المعلومة اللي انت عايزاها. من هنا بدأت فكرة ان احنا نعمل مكتبة نسوية رقمية بتضم معظم الشغل اللي اتعمل، وهي باللغة العربية. ان الشغل بتاع المؤسسات كله بدل ما يبوظ، المؤسسات اللي قفلت زي مؤسسة اسمها مؤسسة اختيار قفلت، في الشغل بتاعها مش هينفع يضيع. المؤسسة زي المرأة الجديدة اخذنا منها الشغل بتاعهم كله، هو مكتوب في كتب، فاحنا بناخد الكتب والمنتج بتاع المؤسسة وبنعيد كتابته بصيغة مختلفة، مش بنعيد كتابة المادة نفسها، بنعمل لها صياغة تكست بحيث انه اي حد محتاج يوصل لأي معلومة هو عايزها في أي موضوع، تحرش، عنف جسدي، بموضوع التمييز، القوانين، أي موضوع يخص المرأة بأي شكل من الأشكال هيبقى متاح على الموقع وينفع الوصول إليه بسهولة. علشان كده احنا قعدنا كمان نطور في الموقع بحيث انه هو يبقى لما حد يخش على الموقع يعمل سيرش سهل انه هو يوصل للسطر اللي هو عايزه بالسنة اللي هو عايزها بالمعلومة اللي هو عايزها. فالتارجت بتاعنا معظمه في البداية كان عن الباحثين، اي حد عايز يعمل بحث يلاقي المادة اللي هو عايزها، المؤسسات نفسها في اي حاجة حصلت، في تلف حصل للمادة بتاعتها، الحاجة اللي هم عايزينها دلوقتي ضروري وهياخدوا فيها وقت على بال ما يدوروا عليها، اي حد من اي مؤسسة يقدر يدخل ويوصل المعلومة اللي هو عايزها. بجانب دون انا شايف ان دي كانوا اهم حاجتين احنا عملناهم في الشغل، ان احنا عملنا تصنيفات. فاحنا عملنا تصنيفات فرعية زي شجر، اللي هو عندنا حاجة اسمها العنف والتمييز، في عندنا تمييز اسري، تمييز مؤسسي، تمييز مجتمعي، ومنه بينزل العنف، عنف جسدي، عنف مؤسسي، عنف مجتمعي، عنف اسري، وبكل تفصيلاته. يعني العنف الجنسي مثلا هتلاقي فيه تحرش واغتصاب وختان، فحتى لو حد عايز يدور عن المعلومات اللي هو عايزها بشكل تصنيفي هيدخل على التصنيف هيلاقي كل الموضوعات اللي هو عايزها، عايز كتاب، عايز مجلة، عايز مقالة، عايز تقرير، كل الحاجات متاحة فعليا على الموقع. وأتمنى أن ناس كتيرة تبص عليه وتشوفه وتبدأ تهتم بأنها مش محتاجة انها ترفع سماعة الو مؤسسة المرأة والذاكرة احنا كنا بندور على كتاب الفلاني الفلاني، هو موجود بالتاريخ بالتصنيف بتاعه بكل المعلومات اللي ممكن تحصل عليه. مؤسسة المرأة الجديدة، المرأة والذاكرة، مركز قضايا المرأة المصرية، التنمية والقانون، في مؤسسات كتيرة قوي، مفوضية، الإنسان والمدينة، ده حاجة بسيطة. وبدأنا بعد كده، ده كان في النص الأولاني من المشروع. المشروع التاني بدأنا ننفتح أكتر بإن إحنا كمان نتعامل مع المبادرات، إن إحنا عايزين مبادرات من جوه مصر زي سوبر وومن، بنحاول دلوقتي نتواصل مع مؤنث سالم. لسه الشغل الجديد بتاع السنة دي إن إحنا نبدأ ننفتح على المبادرات، والاقوى كمان ان احنا بقى عايزين نطلع بره مصر، اللي احنا عايزين نبقى مغطيين كمان الوطن العربي. فاحنا بالفعل تواصلنا مع مؤسسه اسمها اندريا في السودان، ودلوقتي بنتواصل مع مؤسسه في تونس وكذا مؤسسه تانيين في فلسطين، بس نظرا للوضع اللي حاصل عارفين ان المراسلات والحاجات هتاخد وقت اطول، بنحاول دلوقتي نتواصل مع حد تاني من لبنان. فاحنا عايزين الشغل بتاعنا يبقى فعلا المكتبه تبقى محور للوطن العربي، بيصب هنا لاي حد عايز اي معلومه قديمة أو جديدة عن المرأة وقضاياها وشؤونها بمختلف. في حاجات لها علاقة بالقانون، النساء والقانون، في النساء والإعلام، في النساء والأديان، في إيه تاني، في الحقوق الاقتصادية، الحق في الترشح، الحق في الانتخاب،
الحق في تولي المناصب القيادية، الحق في السكن، الحاجات اللي ليها علاقة بالصحة الجنسية والإنجابية، الحق في الرعاية، قانون الأحوال الشخصية، قانون العمل، الأجور، في تفاصيل كتيرة جدا كل ما يخطر من بالك. أنا كمان أما أخدت الحاجات دي كنت دخلت على التفاصيل بتاعتها كلها اللي في الأمم المتحدة عشان أشوف التصنيفات بتاعتها كلها، وزودت عليها مع الوقت وأنا بشوف المادة وبقراها علشان أعرف أصنفها. في حاجات بلاقيها كتيرة بتطلع، يعني في تصنيفات مختلفة بلاقيها، يعني بتاعة العمل مثلا أنا ما انتبهتش لأن في حاجة اسمها العمل غير مدفوع الأجر، فده لقيت عليه شغل كتير فقلت ده لازم يتبروز، إن بس مش الحق في العمل في الأماكن اللي هي الحقوق اللي هي فيها شيء من الحقوق النقابية، لا. فلقيت إن في جزء كبير في شغل معمول عن عاملات المنازل واللي بيشتغلوا بره المؤسسات، فحطيت لها تصنيف وبدأت أحط لها شغل بتاعها هي. فحتى التصنيف مع الوقت بيتطور وبلاقي أكتر، ده كله بيعتمد على حجم المادة. هما حاجتين، أنا شخصيا مؤمنة إن المعرفة هي بداية التغيير، فأي حد هيبقى محتاج يعمل بحث أو يعرف معلومات عشان يعرف هي الدنيا وقفت فين وأنا محتاجة أكمل من فين لفين، هيقدر يحصل على المعلومة دي من المكتبة النسوية، إن أنا عندك الأبحاث، عندك الدراسات اللي اتعملت لغاية سنة معينة أو لغاية أفعال معينة أو قوانين معينة، طب إيه اللي حصل بعد كده؟ هو ده اللي الناس هتبدأ تشتغل عليه. ده الجزء الأولاني. الجزء التاني هو إن في تصنيفات مش عليها شغل، ده معناه إن الموضوع ده محتاج تركيز، ده محتاج يتعمل عليه شغل اكتر، محتاج يتحط تحت الضوء اكتر، زي مثلا العنف الاسري. العنف الاسري انا مش قادره افصله ما بين العنف بتاع العيله الاب والام والاخوات وما بين الزوج، لان الشغل اللي معمول على الازواج قليل جدا، فمش مستحق ان انا افصل التصنيف. انا اتمنى مثلا حاجه زي كده، وده هيبان اكتر في التقرير اللي هيتعمل في اخر السنه بالمنحنى بتاع الموضوعات، ايه الموضوعات اللي كان عليها تركيز اكتر، ايه الموضوعات اللي محتاجة تركيز اكتر. في البداية احنا ما كناش بنعمل شغل غير مع المؤسسات اللي هي المعلنة انها مؤسسة وعندها مجلس ادارة بيراجعوا المواد، واحنا طول الوقت الشغل اللي احنا بنرفعه هو يعود لصاحب المكان. يعني احنا هتلاقي في الصفحة الاساسية انه المسؤول الاول عن مدى صحة المعلومات الموجودة هما اصحاب الشأن اللي عملوها. بالنسبة علشان كده كنا متخوفين ان احنا نبدأ ندخل في المبادرات او المقالات او لانه ما عندهمش مجلس ادارة، ما عندهمش الكونستراكشن اللي بيبقى موجود في المؤسسة. فكرة ان انا احدد معايير ما هواش انا كشخص، وحتى المدير اللي احنا بنشتغل فيه مع بعض شايفين انه اي شغل نسوي هو شغل مهم ايا كان شكله ايه، ده جزء من التاريخ النسوي اللي احنا بنحاول ان احنا نوثقه في اللحظة دي. لكن علشان ابين الفرق فاحنا هنعمل المبادرات بشكل منفصل، وهيبان ان دي مقالات رأي، مقالات شخصية وتعود لأصحابها، ده رأي شخصي. زي في الجورنال عندك مقالات وموضوعات وعندك حاجة اسمها مقال رأي. مقال الرأي ده اللي هو يعود لصاحب الشأن، ده رأي الشخص اللي كاتب الكلام، فده هيكون من البداية واضح. ما فيش عندنا مقالة مكتوبة مش مكتوب عليها اسم، إلا لو هي طالعة كمنتج من المؤسسة نفسه فما بيبقاش محطوط عليه اسم. لكن أي موضوعات تانية، موضوعات رأي أو موضوعات مناقشات أو أي حاجة بهذا الشكل، بيبقى واضح تماما ده مقال رأي يعود لصاحبه، صاحب الكاتب المقالة دي هو رأيه اللي هو حطه ده. أنا مش هقدر أبقى مسؤولة عن كل الآراء المكتوبة، مش هقدر أتابع مدى صحة المعلومة، لأن أنا قناة عاملة زي البريدج، أنا بوصل من هنا لهنا. كان الاهتمام الحقيقي هو أن احنا نجمع المعلومات كلها في مكان واحد، وفي الآخر صاحب الشأن اللي بيدور على المعلومة عنده اللينك بتاعها، هيقدر يوصل للمؤسسة نفسها لو عايز معلومة زيادة، لو عايز يوصل للتفاصيل أكتر هيقدر يرجع لهم بسهولة شديدة، لأن كل حاجة راجعة لأصحابها. محدش يقدر يعرف بالظبط إيه اللي حاصل أو إيه اللي ممكن يحصل أو إن إحنا هنقدر نستمر بنفس الكافية ولا لأ، لكن يعني الأحلام اللي كانت موجودة أو اللي أنا أتمناه كمان
انه يبقى عندنا مساحة. يعني انا كنت بفكر ان احنا نبدأ نعمل جلوسري ونبدأ نعمل اللي هو المصطلحات اللي بالعربية وبالانجليزية اللي احنا بنعربها، انه نجمع نعمل ورش عمل نجمع فيها المؤسسات يتفقوا على الاكسبريشن ده، يعني ايه جندر، يحطوا له تعريف يتفقوا عليه، فيبقى عندنا صفحة كاملة للتعريفات بتاعت الكلمات النسوية ما بين العربي وما بين الإنجليزي، فتبقى واضحة. فأي حد بعد كده هيسمع كلمة جندر، هيسمع كلمة مرأة، هيسمع كلمة نسوية، هيبقى عنده تعريف واضح وواحد ليها. في عندنا موضوعات أكاديمية جدا جدا، فلو احنا عايزين نفتح الجمهور بتاعنا لان احنا نبدأ نتعامل مع ناس نخليها تهتم بالشأن النسوي، الموضوعات الأكاديمية دي محتاجة برضو ورش عمل، لان هي تتكتب بطريقة مختلفة، انها يتم تبسيط المعلومة اللي فيها من غير ما نخل بالموضوع ده، هيحتاج ورش، وهتتجمع دول اللي هيتجمعوا بشكل يعني حرفي جدا، ولازم يبقى ناس موثوق فيها وعارفين هما بيعملوا ايه، وغالبا هيبقوا من المؤسسات اللي بقالهم اكتر من 20 سنة بيشتغلوا في المجال.